ان شاء الله هنعمل مع بعض المايونيز الاقتصادي بدون بيض ولا مستردة ولا جبنة مثلثات. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل وأسرع مايونيز بدون بيض ولا مستردة ولا جبنة مثلثات. هنعمله بمكونات متوفرة عندنا كلنا. المكونات اللي معايا نص كوباية لبن ساقع، كوباية إلا ربع زيت ساقع، معلقتين كبار خل أبيض، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة سكر. نبدأ ونسمي على بركة الله. هضرب المكونات كلها على بعض في الخلاط. بسم الله. هجيب شفشق الخلاط وهنزل بنص كوباية لبن ساقع، لازم المكونات كلها تبقى ساقعة، وكوباية إلا ربع زيت ساقع، معلقتين كبار خل أبيض، نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة سكر. هضربهم كويس جدا لحد ما القوام يتقل. لو القوام فضل خفيف معاكي ممكن تنزلي بشوية زيت سرسوب من فتحة الخلاط. خلاص ضربت المكونات كويس جدا في شفشق الخلاط، شايفين القوام تقيل جدا، تحفة، مفيش أسهل من كده. هفضي المايونيز في الطبق. بسم الله، شايفين الجمال، تقلي بتاعه تحفة. شايفين المايونيز وجماله أعطاني كمية كبيرة ازاي؟ كل ده من نص كوباية لبن، القوام تحفة والطعم أحلى. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل المايونيز الاقتصادي بدون بيض ولا مستردة ولا جبنة مثلثات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.